بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة عبر قناتكم قناة إسلام علوي على اليوتيوب. لو أول مرة تتابعني أتمنى تعمل لايك على الفيديو ده، ولو ما اشتركتش اشترك وفعل زرار الجرس. أنا قلت قبل كده يا جماعة الموضوع مش بالفهلوة ومش بالعافية. لما قلت المنتخب المغربي في مصاف المنتخبات العالمية وهو الأفضل وهو الأحسن وهو أفضل منتخب عربي في هذا التوقيت ما كنتش ببالغ، ولما قلت ان هو يمتلك افضل محترفين في الخارج برضه ما كنتش ببالغ، ولما قلت ان هو ينقصه فقط المهاجم الصريح والحمد لله حمد الله رجع للمنتخب برضه ما كناش بنبالغ. امبارح طلع تصنيف للقيمه التسويقيه لجميع المنتخبات العربيه المشاركه في كاس العالم، والتصنيف دوت معتمد وواقعي وحقيقي. تعالوا اقول لحضراتكم التصنيف الاول وبعد كده هسترسل معاكم فيه قصه جميله جدا جدا. جه في المركز الرابع المنتخب القطري ب 18.9 من 10 مليون يورو. المركز الرابع، طبعا هم اربع منتخبات مشاركه في المونديال، المنتخب المغربي والمنتخب التونسي والسعودي والقطري. المركز الاخير والرابع هو المنتخب القطري ب 18.9 من 10 مليون يورو، ده القيمه التسويقيه بتاعته. ثم المنتخب السعودي ب 30.5 مليون يورو، 30.5 مليون يورو. ثم المنتخب التونسي 66.45 مليون يورو، يعني 66.5 برضه تقريبا مليون يورو. 66 مليون ده المركز الثاني، و30 مليون ده المركز الثالث، و18 مليون المركز الرابع. طب المركز الاول مين؟ اكيد اتعرف المغرب. طب بكام؟ اسمع بقى يا سيدي، 232.5 مليون يورو. اجمع لي كده الثلاثة مع بعض. قطر، انا قطر هزودها بدل 18.9 خليها 20. 20 و30 السعوديه، ادي كام؟ ادي 50. ضيف عليهم كمان 60، ادي 110، قول 120 من عندي. المنتخب بقى المغربي 120 الثلاثه مع بعض. المنتخب المغربي 232، يعني برضو ضعفهم. ضعفهم، يعني هما مجتمعين مع بعض ما حصلوش نص المنتخب المغربي، الثلاثه مجتمعين مع بعض ما كملوش نص المنتخب المغربي كقيمه تسويقيه. عشان لما اقول ده بالارقام، مش احنا اللي بنخترع ولا احنا اللي بنقول، لما بنقول ايه يا جماعه؟ المغرب في حته تانية، المغرب هي الافضل، المغرب هي الاحسن، المغرب اللي محتاجه مننا دعم كبير عشان تصل لمرحله جيده في كاس العالم، ما كناش بنبالغ. لازم نركز على الضوء الجيد، على المنتخب اللي يقدر يصنع المستحيل في كاس العالم، المنتخب اللي يقدر يصل لادوار بعيده، ندعمه لان عنده الامكانيات وعنده اللاعبين وعنده القوام يقدر. في منتخبات تقدر ومنتخبات بعيده، نتمنى التوفيق لقطر والسعوديه وتونس. ولكن كقيمه تسويقيه، كاسامي لاعبين، كلعيبه، كشهره، حاجات كتير جدا، المنتخب المغربي. زي ما قلت لحضرتك لو جمعت الثلاث منتخبات مع بعض هيعملوا تقريبا 120 مليون يورو، والمنتخب المغربي لوحده بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله 232.5 مليون يورو. وعلى فكره غير اللي خرج كمان من المنتخب المغربي لم ينضم. في نجوم كتير لم ينضموا وحزنوا وغيروا صوره البروفايل بدون ذكر اسماء، يعني اكيد انتم متابعين كانوا حاطين صوره المنتخب المغربي وبعد كده غيروها لصوره انديتهم وكلام من ده. ففي نجوم كمان لم ينضموا بيلعبوا في اشبيليه وبيلعبوا هنا وبيلعبوا هنا، ولكن في النهايه اكيد اكيد المنتخب المغربي عظيم بهذه القيمه التسويقيه الرائعه. اقول لكم بقى ان شاء الله مفترض يوم الخميس 17/11 في الشهر اللي احنا فيه ده ان شاء الله، يعني الاسبوع القادم باذن الله او نهايه هذا الاسبوع، يعني هيلتقي المنتخب المغربي مع منتخب جورجيا، وده اللقاء والبروفا الاخيره قبل مونديال قطر. خلاص الوقت ازف، الوقت جري، الوقت اتحرك. المباراه زي ما قلت لحضراتكم 17/11 يوم الخميس القادم الساعه 6 مساء بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت المغرب، لقاء بروفا جيده جدا. المنتخب الكندي اتعادل مع منتخب البحرين في بروفا قبل ايضا المونديال، مش مقياس خد بالك، ولكن هي كندا كده كده مش قويه، ولكن مش مقياس. المنتخب البحريني بنشكره طبعا الاداء الجيد ده، ولكن اوعى تاخد ده مقياس تيجي تقول كندا تعبانه، ده البحرين اتعادلت معاها. هو كندا مش قويه، ولكن ما تاخدش الماتش ده مقياس لانه كان بيجرب فيه اكثر من طريقه لعب. ان شاء الله افتتاح كاس العالم بالنسبه للمغرب، يعني اول لقاء هيكون مع كرواتيا يوم الاربع 23، يعني بعد اسبوع من مباراتها مع جورجيا. ادعوا يا جماعه بالتوفيق للمنتخب المغربي اسود الاطلس، وبالتوفيق لكل منتخباتنا العربيه باذن الله. يا رب البدايه تكون جيده، ويا رب يا رب يا رب التوفيق للمغرب في كاس العالم، وعلى الاقل على الاقل تعادل قدام كرواتيا باذن الله. يا سلام لو كسبت المغرب، يا سلام لو تفوز، يا سلام لو تخطف الثلاث نقاط كلهم، انا طمعان والله العظيم. المغرب يقدر يا جماعه، اقسم بالله المنتخب المغربي يقدر، ولكن اللعبه تصدق نفسها، اللعبه تثق في اسمها وفي عراقتها، وان هو تيم متكامل دلوقتي خصوصا بعد انضمام حمد الله، ومعاك حكيم زياش ومعاك حكيمي
ومعاك كمان النجوم الكبار جدا يا جماعه في كل مركز في كل حته، مش ناقصك حاجه. نصير مزراوي، ياسين بونو، يعني مرابط كل النجوم، كل النجوم، كل اللاعبين لعيبه جامده والقوام كامل، يستطيع المنتخب المغربي ان هو ان شاء الله يكسب. ادعوا معايا مع بدايه اليوم كده الجديد، ربنا يوفق المغرب وربنا يوفق تونس وربنا يوفق السعوديه ويوفق قطر ونشوف اداء رائع. ولكن انا بالنسبه لي كمتابع جيد اكيد لكل المنتخبات العربيه واثق كتير جدا، عندي يقين كبير في المنتخب المغربي ان اللعيبه لو صدقت نفسها هتحصد الثلاث نقاط مش بس التعادل. يعني خلينا نقول ابسط الحلول واقلها، انا عايز المكسب، ولكن خلينا نقول اقل حاجه، لو قدام كرواتيا في اول لقاء اتعادلت، لعبت مع بلجيكا، تيجي تقول لي يا عم ده لقاء منتهي، اوعى تقول كده، اوعى تقول كده. انت كبلجيكا عندها 3 4 لعيبه مشاهير جدا ومعروفين وسوبر ستار، انت عندك 6 7 لعيبه، والله العظيم مش ببالغ، مش بنفخك، دي حقيقه. ما تقللش من نفسك، ما تقعدش كل شويه تقول احنا فين وهم فين. يا سيدي انت في حته حلوه، انت عندك صديق ميسي يعني، وعندك النجم الكبير اشرف حكيمي يا جماعه، ده مش قليل. حكيمي ده في حته انتوا نفسكم ممكن مش واخدين بالكم منها، حكيم زياش يا جماعه ده رهيب، مهاجم مش سهل. عندك افضل مهاجم في الوطن العربي واسيا عبد الرزاق حمد الله، عندك افضل حارس موجود دلوقتي يمكن في العالم كله ياسين بونو، عندك نصير مزراوي البايرن بجاله قدرها ما بتعرفش تستغنى عنه دلوقتي. انت عندك فرقه يا جدع، انت عندك فرقه، عندك فرقه جامده. مش عايز انسى بقى الاسماء، انا قلت لك ايه الجواهر اللي عندك، ولسه في جواهر كتير، ولسه عندك لعيبه كتير، وعندك نجوم كتار. ده الراجل اللي طلع من التشكيل يعني برضه نجوم، يروحوا والله والله اللي استبعدوا من المنتخب المغربي يروحوا يعمروا منتخبات تانية وتنافس برضه. يعني اللي خرج يعني من الشرف العظيم جدا وهو تمثيل المنتخب المغربي في كاس العالم، اللي خرج ولم يحالفه التوفيق ان هو يكون موجود معاهم، والله 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 يعمر منتخبات اخرى، يشيل منتخبات اخرى ويصعدها لادوار تانية. اعتز بنفسك، ارفع رايتك، صدق نفسك، صدق هو حلم هنعيشه كلنا مع بعض، هنصدقه مع بعض، نأمن بيه مع بعض، نحلم. ايه المشكلة لو بطلنا نحلم نموت؟ نحلم، نحلم ان المغرب وصل للنهائي، نحلم ان تونس وصل للنهائي، نحلم ان العرب مشرفنا، ان السعودية صعدت من مجموعات برضو. نحلم حلم جميل، حلم مشروع. كفاية تمثيل بقى مشرف، وكفاية معرفش ايه نلعب على التعادلات، وكفاية نطلع حصلت مجموعات. يا جماعة احنا عندنا الامكانيات والله، محتاجين فقط نصدق نفسينا، نؤمن بنفسينا، نصدق ان احنا عندنا الافضل. اللعبة العرب اسكى، اللعبة العرب عندهم الجرينتا، عندهم الروح، عندهم الحماس، ودايما اللي بيميزنا عن غيرنا هو الانتماء للشعار الوطني، هو الروح والانتماء للشعار الوطني، وده موجود عن ظهر قلب في المنتخب المغربي وطبعا المنتخب التونسي. وطبعا دي من اكتر المنتخبات اللي بتلعب بجرينتا كبيره، معروف عن فرق شمال افريقيا اللعب بحماس غير طبيعي. صدقوا، امنوا، وباذن الله باذن الله هتعملوا نتائج رائعه جدا. تحياتي ليكم، يا رب الجميع يكون بالف خير، ويا رب نحقق احلامنا مع بعض. بشكركم على المتابعه، محدش انسان يا جماعه في لايك على الفيديو ده واشتراك في القناه، عايزين نكبر مع بعض علشان باذن الله نعرف نعمل تغطيه رائعه باذن الله في المونديال القادم. تحياتي ليكم، اسلام علوي، اشوفكم على خير، السلام عليكم.